Buenas tardes. مساء الخير. Los traductores les está llegando. المترجمون تصل إلينا يصل إلينا الصوت جيدا ونبدأ الترجمة. مساء الخير وأهلا وسهلا في البيت العربي في هذا التقديم لرواية القوقعة للسيد مصطفى خليفة وسوف أبدأ بقراءة قطع صغير من هذا الكتاب وبعد ذلك سنتحدث عن الكاتب وتقديم له ونقدم السادة المترجمين الذين يرافقوننا في يومنا هذا. تتوقف السيارة في الإشارة أنظر إلى الناس وألاحظ وجوههم بتأمل ما هذه اللامبالاة من يعرف ما حدث ويحدث في سجن الصحراء هل يهمهم شيء هل هذا الشعب الذي يتحدث عنه السياسيون بهذه القوة حتى يحولوه إلى إله هل من الممكن أن يكون الشعب على غير وعي أو علم بما يحدث في بلدهم إن لم يكن إن كانوا يعرفون فهذه مشكلة وإن لم يكونوا يعرفون فهل مشكلة أكبر إن كنت تعلم فتلك مصيبة وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم هل واحد منهم هذا البقال هذه البنت التي تسير إلى جانب خطيبها هل تعرف من هو نسيم الموجود في سجن الصحراء ينتظر إلى أن يعطيه أحد أقراص الدواء لقد تمرد على التطبع توقفت لأفكر في هذا لماذا غضبت كنت سأتحول إلى سياسي كنت أفكر أن هذا الشعب سيخرج إلى الشعر ليتظاهر كي يخرجونني من أنا يا إلهي كم من الناس موجودون هنا مصطفى خليفة الذي ولد في جرابلس في سوريا في عام 48 و900 و1000 تم القبض عليه في المرة الأولى في عام 79 ثم بعد ذلك في الثمانينات ثم بعد ذلك بعد رجوعه من دراسة السينما في باريس رجع وسجن لمدة 13 عاما في سجون حافظ الأسد ومعظم هذه السنوات قضاها في سجن تدمر في بالميرا وهذه الخبرة هي محور الرواية التي نقدمها اليوم القوقعة يوميات متلصص في سجون الأسد وقد ترجم إلى اللغات الأساسية وقد حصل على جائزة الصحافة الحرة في عام 2014 هذا الكتاب نشرته يعني دار نشر المتوسط الشرق والمتوسط وتولت الترجمة إلى اللغة العربية قوقعة مصطفى خليفة هي يعني هو كتاب يصعب أن نحضر على حد قول المتحدث لأنه يتحدث عن وحشية وقسوة ما يحدث في عقد من عقود حكم حافظ الأسد والقارئ يعني تهدى إليه يعني لحظات من الانتصار أيضا بالرغم من الألم المتواصل الذي يعرض في القصة وهي حالة تذكر لما تم لزملائه في السجن وكانت هناك يعني كان هناك صراع وكفاح متواصل من قبل هؤلاء السجناء وفي يومنا هذا نرى كيف أن هذه التراجيديا تقاسمتها سوريا مع العراق أو أي بلد توجد فيه المافيات سواء كانت يعني للإتجار في المخدرات أو الدكتاتوريات أو الإسلامويات أو المتطرفين الدينيين وهذا يعني القوقعة هي تظهر لنا أن يعني كيف يمكن أن ننزل إلى العوالم السفلية وحتى يعني بعض الكتاب المشاهير لم يتخيلوا أو يتوقعوا هذا وبالرغم من هذا فعند مصطفى خليفة نجد الأمل عند ذلك الكاتب وهو أمل يتأتى من خلال المعايشة أو التعايش وحتى لو كان ذلك لأن لديه قطعة من الخيار أو قضمة من الخبز في يده وحتى
فهكذا نحن كي نتحدث عن هذا الكتاب الذي نشر من خلال دار نشر الشرق والمتوسط، فما لنا الشرف نشر بوجود الكاتب ومترجميه إغناسيو غوتيريز ديكران وسيدة ناومي، وهم يعرفون جيدا سوريا من خلال زيارتهم ودراستهم. ودون الإسهاب في حديثي أعطي الكلمة للسيد إنياكي ثم للسيدة ناومي، ثم بعد ذلك يبدأ الحوار مع السيد الكاتب، وبعد ذلك نفتح باب الأسئلة. تفضل سيد إنياكي. مشكورا. مساء الخير. بالنسبة لي إنها لمتعة كبيرة أن أتقاسم مع حضراتكم هذه الدقائق، وبعد ذلك أن أستمع إلى بطل هذه الفعالية وهو الكاتب مصطفى خليفة. وشكرا جزيلا للبيت العربي على دعوتهم لنا، وشكرا لكل من حضر ويحضر الآن. مصطفى خليفة في أكثر من فرصة دائما ما قيل عنه أنه لا يحب أن يتحدث عن هذا الكتاب، لأنه يرى أنه تحدث كثيرا عن هذا الكتاب، وأنه تمت مقابلات كثيرة حول هذا الكتاب. ومنذ هذه اللحظة فهذه القصة، هذه الرواية التي تعد سيرة ذاتية أو جزء من السيرة الذاتية، فقد يعني أعجبت الكثير من الناس خارج وداخل سوريا والعالم العربي، وحتى يعني أن هناك شباب لا يقرؤون كثيرا ولكنهم قرأوا يعني رواية القوقعة، أو تحدثوا عنه أو تحدثوا إليهم عن هذا الكتاب. فإنها لمتعة كبيرة أن نترجم هذا الكتاب، أو أننا ترجمنا هذا الكتاب إلى الإسبانية، ولو أن هذا يزعج من حين لآخر الكاتب، لأنه يعيش هذه اللحظات، لأن هذا الواقع السوري يعني نقربه إلى القارئ الإسباني كي يفهم أو يستطيع أن يفهم ما هو سبب هذه الثورة أو هذه الهبة التي تمت في عام 2011 و11، ويعني ربما يفهم الناس لماذا ثار الناس ولماذا تظاهروا. لقد قرأت يعني مكتوب إذا لم تقاوم يعني نظام يقهرك يوميا فأنت فقدت نفسك، وربما كان من الأفضل عدم قيام السوريين بما قاموا به، لأن نتيجة سيئة يعني، لأن الوضعية الآن تراجيدية ويعني مؤسفة، وأنا لا أستطيع أن أتحدث باسم السوريين، وتجربتي هي متابعة من خلال واقعي هنا في إسبانيا في مكان لا يوجد فيه هذا النظام القهري القمعي، وخاصة بعد المظاهرات ثورة فقد ازداد حجم العنف والقمع، ولكني أمدح وأحيي كل أولئك الذين ثاروا وكافحوا وصارعوا وطلبوا بسوريا أفضل حتى يعيشوا في حرية وحتى يحترم الفرد. لا نستطيع أن ننسى الواقع الحالي المؤسف، وشيء ربما يعني نسأل السيد مصطفى خليفة عنه. وأعتقد أننا إذا ما قرأنا الكتاب نستطيع أن نلتقط هذه الصور، لأن هذا الكتاب يتحدث عن فترة محددة في عقد الثمانينيات. لمن يعرف سوريا في تلك الفترة فهي كانت الفترة الأكثر دموية والتي قتل فيها عدد أكبر من المعارضين، ولا يمكننا أن نفهم ما يحدث في سوريا الآن إن لم نفهم العقود السابقة، ونحاول أن نفهم من خلال هذا الكتاب يعني هذه بذور الثورة بدأت من هناك. أعتقد أنه من الأفضل يعني ألا أتحدث فقط عن الكتاب، ولكن يعني أن يتحدث الكاتب عن الكتاب، ولكن إنها فرصة عظيمة حتى نستمع إلى شخص لا نستطيع أن نشكك فيه، فلا هو يعني
شخص متطرف ولا هو شخص منحاز إلى طائفته، بل على العكس تماما، هو شخص سوري عاش تجربة عميقة، ولا يمكن أن يعني نخلط بينه وبين أشخاص آخرين، فهو شخص يستطيع أن يقول الحقيقة. وبالنسبة للسوريين فعندما صاروا على هذا النظام لم يكن يعرف أحد أن الوضعية ستصل إلى ما وصلت إليه، وربما نستطيع أن نفهم من وجهة نظر إنسانية وتضامنية مدى يعني ثقل الوضعية السورية خلال عقود مضت، وكانت عقود تتميز بالقمع الشديد. شكرا جزيلا لكل من أتى في هذا المساء كي يستمع إلى السيد مصطفى خليفة كي يتحدث عن كتابه أو عن سوريا من ناحيتي، فليتنا لم نكن هنا، ليتنا لم نقدم هذا الكتاب، لم نترجم هذا الكتاب، ليت هذا الكتاب لم يكتب أساسا، لأن هذا ربما كان أفضل ما يمكن أن يحدث لنا. فهذا الكتاب يعني نحن وصفناه إنياكي وأنا بأنه مأساة كبيرة، ولكننا نعرف أن هذا الكتاب يعبر عن واقع، وليس واقع فرد واحد، ولكن آلاف السوريين الذين قضوا فترات قصيرة أو طويلة في سجون الأسد وعرفوا التعذيب كيف هو. ومن خلال خبرتي كمترجمة أنا أفهم أن السيد مصطفى خليفة ربما تكون لديه يعني بعض حالات الضجر أو الرفض للحديث عن هذا الكتاب فقط، لأن مسألة نشر حتى الكتاب ربما أحددها بشكل أوضح، كان علي أن أخرج الألم من داخلي ولم أقرأ مرة أخرى ما كتبته، ويعني قلت لشخص آخر لو سمحت صحح لي، وأنا أعرف أن إنياكي ربما مر بنفس الظروف، لأنك عندما تترجم هذا الكتاب كان يكلفني كثيرا أن أتحمل ما أقرأه وأن أترجم ما أقرأه. ويعني أنا أفهم موقف السيد مصطفى خليفة، ولكن هناك أهمية للحديث عن هذا الكتاب وأن يعرف الناس عن هذا النظام الحالي. بطبيعة الحال هناك النظام وهناك إرهابيون أو متطرفون، وربما يعني ليس الشر الأول أو الأكبر هو نظام الأسد حاليا، ولكن هذا النظام فعل ما فعل خلال عقود، وهناك تقرير عن سجن سيدنايا وجميعنا سمعنا عن ذلك، وأنا قرأت هذا التقرير، وعندما كنا نريد أن ننشر يعني ننتهي من نشر الكتاب رأينا أن الكتاب هو تقريبا يعني يشير إلى ما يشير إليه التقرير عن السجن الشهير في سوريا، وكل هذا موجود حتى الآن. تقرير سجن سيدنايا هو يعني مشابه تماما لهذا الكتاب، واضح أن الممارسات هي، وفي هذا الصدد من الأهمية بمكان أن نجمع هذه الشهادات بالرغم من الألم الشديد التي ربما تسببه في نفسية الفرد، ولكن هذه هي طبيعة النظام في سوريا، وكيف أن هذا النظام يعني قادر على أن يقضي على الشعب وعلى النظام وعلى سوريا. فعندما نتابع الأخبار يصعب كثيرا أن نتحدث عن دولة اسمها سوريا أو عن الشعب السوري، لأن
التجزيء والتفتيت الاجتماعي الذي وصل إليه الوضع في سوريا أكبر بكثير مما يمكن أن نتخيله. هناك صعوبات في الحديث عن هذا الموضوع، ولكن كلنا هنا يجب أن نستمع إلى السيد مصطفى خليفة الذي لديه الكثير من الأشياء التي يمكن أن يقولها، ولكن كي نمهد ونقدم لحضرته فكنت أود أن أسأله سؤال، يعني فرض نفسه علي عندما كنت أترجم أو أقرأ الكتاب، كيف يمكن كتابة يوميات دون أن يكتبها الكاتب؟ كيف يستطيع أن يسجل الإنسان في ذاكرته في عقله وبعد ذلك يرجع لكتابة اليوميات، لأن اليوميات تكتب يوميا، وأنت سجلت هذا في ذاكرتك ثم بعد ذلك كتبتها. ولذلك كنت أود من السيد مصطفى خليفة أن يجيب لي عن هذا السؤال، والكلمة لحضرته. وأنا قبل ذلك أشكر دار نشر الشرق والمتوسط، ويعني أشكر الظروف التي جعلتني أعمل مع زميلي السيد إنياكي. فليتفضل مشكور السيد مصطفى خليفة. مساء الخير. مساء الخير. أولا أشكر الحضور على الجهد الذي بذلوه في حضورهم هذه الأمسية رغم ما فيها من ألم. أشكر دار النشر التي تشجعت في نشر هذا الكتاب، وأشكر أيضا السيدة نعومي والسيد إنياكي. أشكر البيت العربي. الحقيقة عندما كنا نحضر لهذه الأمسية تناقشنا واختلفنا قليلا. أنا كان رأيي أن تكون الأمسية هي حوار مفتوح في كل القضايا، وألا نحصر هذه الأمسية في قضية واحدة فقط، ولكن الزملاء أصروا على أن يكون هناك تقدمة إلى نوع من أنواع التقدمة للكتاب. لا أريد أن أتحدث عن الكتاب كثيرا، لأنه كما قالت السيدة نعومي الحقيقة الكلام عنه مؤلم. أريد أن أتحدث عن بعض المحطات أو النقاط أو ما يمكن تسميته قصتي مع هذا الكتاب. انتظرت 10 سنوات بعد خروجي من السجن حتى وتتني الرغبة والإمكانية لكي أن أكتب عن هذه التجربة. والحقيقة هناك كان دافعان عبرت عنهما أكثر من مرة. الدافع الأول وهو دافع ذاتي محض لتفريغ هذه الشحنة من الألم المتراكمة داخل النفس، لأن فعل الكتابة قد يؤدي إلى نوع من الراحة. والدافع الثاني هو دافع عام، أردت لهذا الكتاب أن يكون صرخة حرية، ولأن يعرف الناس جميعا ماذا يجري في جوف الوحش. بعد أن انتهيت من كتابته كما قالت السيدة نعومي لم أستطع أن ألمسه مرة أخرى، لا تصحيحا ولا مراجعة ولا تعديلا ولا أبدا. هناك نقطة يعني قد تكون دقيقة إلى حد ما. بعد أن كتب الكتاب وبعد أن انتشر وبدأت أتلقى بعض ردود الفعل من الناس، كانت تتلخص بأن هذا النص هو نص مؤلم، نص صادم، نص قد لا يستطيع أي إنسان أن يتحمله. ولكن بيني وبين نفسي راودني
خاطر. إلى أي درجة كنت موفقا في كتابة هذا النص؟ ولكي أكون أكثر صراحة، سألت نفسي هذا السؤال: يا هل ترى ألم أقدم في كتابة هذا الكتاب خدمة موضوعية للنظام الدكتاتوري السوري؟ بمعنى آخر، الدكتاتور، أي دكتاتور، لا يهمه كثيرا أن يحبه الشعب، يهمه فقط أن يخافه الشعب. وطالما هذا الكتاب هو كتاب مؤلم وصادم وقاسي، ألن يؤدي بالنتيجة وبشكل موضوعي وبدون أن أرغب في أن ينمي بذرة الخوف عند الناس، بمعنى أن يؤدي عكس ما أردت له؟ وبقيت أعيش هذا الهاجس تقريبا سنتين، إلى أن بدأت أتلقى بعض ردود الأفعال المشجعة إلى حد ما، ولكن بعد انفجار الثورة السورية تم طرد هذا الهاجس نهائيا، واعتقدت أن كتابة هذا النص هو كان العمل الصحيح. لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا في الكتاب، في الحديث حول الكتاب، فقط أريد أن أجيب في البداية عن سؤال السيدة نعومي فيما يتعلق بالذاكرة. أعتقد أن السجين ينمي الذاكرة، أو السجن، عملية السجن بحد ذاتها تنمي الذاكرة، الذاكرة الرجعية والذاكرة الحاضرة. السجن، السجين أكثر ما يمتلكه هو الوقت، ونتيجة امتلاكه الزائد للوقت هو يرجع في الذاكرة إلى الخلف، وعملية التداعيات يثبت كل ذكرياته الماضية ويسجل ذكرياته الحاضرة. فعملية تنمية الذاكرة هي مسألة موضوعية يتعرض لها، قد تتفاوت بين سجين وآخر، لكن هي عملية موضوعية لدى كل السجناء. أنا سأكتفي بهذا القدر من الحديث حول الكتاب، سأترك الكتاب يتكلم عن نفسه، أيوة، وأتمنى أن يكون هناك حوارا حيا في كل المواضيع، وليس محصورا فقط بالكتاب، المواضيع سواء كانت سياسية أو أدبية، ما يجري في سوريا، الثورة، تداعيات الثورة، مستقبل الثورة، الوضع الحالي في سوريا، كل ما يخطر على البال من أسئلة أنا جاهز، والزملاء طبعا كمان إذا كانت الأسئلة لهم موجهة. وشكرا. Yo no quisiera despedirnos. أنا لا أود أن extracto más para invitarlos a adquirir أودعكم قبل أن أقرأ فقرة من الرواية. لن أقرأ فقرة. ¿Quién habría sido el primer recluso de la historia? ¿Quién inventó la cárcel? ¿Cuál sería el aspecto del primer encarcelado? ¿Habrá habido en la historia de la humanidad y de todas las cárceles que hay en el mundo في تاريخ البشرية سجين مر بعام من السجن وخرج دون أن يتغير؟ من هو العبقري الذي صنع السجن؟ هل هو الله؟ ربما، لأن المسألة تفوق قدرات العقلية الإنسانية. وإذا كان هكذا الأمر، فلماذا لم يسجن إبليس عندما اعترض وتمرد؟ لأنه إن كان قد حدث هذا لا سجد إبليس لآدم وحواء، لماذا لم يطلب الله أن يسجد إبليس أمام حواء؟ ماذا كان سيحدث إذا كان قد سجد أمام آدم؟ إذا لم أكن أنا في السجن، هل
كنت يعني سترد على فكر هذه الأفكار ومتى ستكون كل هذه الأجنحة فارغة وتملأ مرة أخرى 100, 200, 300 والوجوه تتشابه ولا يعرف كل منها الآخر لكن بعض دقائق يتعرفون على بعضهم البعض وخلال سنوات عندما تعرفهم تبدأ في الاتفاق والاختلاف في البداية المجموعات كانت تتشكل على أساس توجهات السياسية أعضاء نفس الحزب الجمعية وإذا كان يعرف كل منهم الآخر عم لا لكنهم يتعرفون على بعضهم البعض حياة اجتماعية يبدأون في اجتماعات هناك أسرار والبعض منها زائف ولكن كانوا جميعا يحاولون أن يؤيد بعضهم البعض من خلال التضامن فيما بينهم لأن حماية المجموعة تعطيك أمنا أيام شهور سنوات وهناك علاقات مختلفة مسألة الجغرافيا أو لنفس المحافظة المركز الدائرة القرية الجنوب الشمال الساحل يتذكرون أشياء متشابهة ولديهم حنين الجبال الشوارع السهول الحدائق الميادين يوم بعد يوم تبدأ نقاط التلاقي ويعرف كل منهم الآخر أفضل وأفضل يوم 20 سبتمبر جزء من رواية مصطفى خليفة القوقعة شكرا جزيلا سيد مصطفى خليفة على حضورك معنا إنه لشرف كبير شكرا للمترجمين السيدة ناومي السيد إغناسيو غوتيريس وندعوكم غدا في الساعة 7:30 لحضور الحفل أو الحضور الفعالية الثقافية لدينا شكرا جزيلا